يشهد الاستثمار في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب نموا مضطردا في ظل توفر المستلزمات الضرورية للصناعة لجهة خدمات البنى التحتية والتسهيلات الممنوحة لإعادة إعمار المنشآت المتضررة جراء الإرهاب وبناء مقاسم جديدة وتزويدها بخطوط الإنتاج. بعد ما المدينة أنهت معظم مشاريعها الخدمية للمنشآت المنتجة ووصلت الخدمات الأساسية كهرباء ومياه للمنشآت المنتجة بالمدينة الصناعية، انتقل استراتيجيتها للمشاريع الاستراتيجية في المدينة اللي هي مدينة المعارض يلي بتأمن ترويج أساسي لمنتجات المدينة بشكل خاص والمنتجات المحلية بشكل عام، لأنه هي اعتمدت كمدينة معارض على مستوى محافظة حلب. موضوع مناطق السكن العمالي بدأ كمان على نطاق 258 هكتار بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان، بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين. نحن عم بيتم حاليا المباشرة بأول منطقة حرفية اللي بتأمن حوالي 500 مقسم حرفي. أقلعت في المدينة الصناعية عدد من المنشآت حوالي 600 منشأة حاليا يعمل في المدينة الصناعية، 50% منهم هن منشآت نسيجية، بيجي بعد الصناعات الهندسية بحوالي 150 منشأة، وبيتوزع الباقي على الصناعات الكيميائية والغذائية. بعد ما تحررت المدينة الصناعية رجعنا جددنا شغلنا وانتاجنا حاليا بشكير زائد صباغة خيوط، خيطنا صناعة وطنية منتج وطني. كنا قبل الحرب شغالين ورغم الأزمة وتضررنا وانخرب المعمل ورجعنا صلحنا ورجعنا اشتغلنا ومستمرين في العمل. كل شيء بيتعلق بالمتافه مشتغله، عم نأمن حاجة السوق كله هون لحتى منصدر للبنان منصدر لبرك. نحن هون منصنع طحينة وحلاوة، زايد ضفنا لها المربى من جديد. المراحل الانتاج هي اول شيء السمسم وبعدين بنضيف له السكر بصير حلاوة.